شيء كيس بحثي.
سيب الشباك يا سيب الشباك. عندكم بريار وكومادي احب تتسني عليها. انا بدرشي نهضر، عندي الروماتيز رجلي يستر عليا بزاف. مازال نسنى في الدوسي تاع ولد الصامت. راني نقاتي في البرو، نجيب لك فيهم شاف. وخلص برك نجيبو لك. يعني نصبر يا سي مشوبين. هذا الكلام هذا. قولوا لولد الصامت. على حسابه تحقيق بطا. ويقدر يعرف من المحامي تاعو سباب هذه التعطيل. ما تخممش سكر فيهم شاف. دوك نجيبو لك. كن مهني. تعمل مليح. نحبك تجيبه بسرعة. ما عليك.
العيش الملح يرحم والديك. تذركم كركاش ما يحبنيش. اختركش مانيش من جهته. مات. مانيش وليد بلادو. راي كره فيا. مات. على بالي. باش يجيب واحد من فاميلتو. في بلاستيك. صرات لي الجامع قبل منك. بصح قول لي رشيد. واش درت له انايا علاه؟ علاه يحقر هكذا؟ شوف كل صباح يروح ديريكت من اسمي في البونتاج. اختارك شي انايا. جامي دخلت في الكومبين تاعو. وزنيقات و على بالي كاع بكلش. بصح خاطينا البروصة على بالك. والرشوة. ما ناكلش من داك الخبز هذاك. اسمح لي، أعطينا السرابت. بصح شوف، كما يقول لك، هنا يموت قاسي. صح. نقعدو كيما مسمار تحا. قول يا رشيد، ديرا ولا مازال؟ في الدار راه مضاربينها بواحد شنيفة. ديرا وعندها ثلاث أيام. بنينة خلص ولا خلص؟ مخلص. غنية تعجبك كتبها واحد الشيخ بالمسيلة. اها بيان سور تعجبك. عارفيني بلي فنان. كلاب معلاش سمعي شلاغمي مشوطة وكيتي في نادري رشيد. سمعي جد أسكو جد ماشي معك مع صاحبي. أما لا نزيد في وطنة موران متن القدرة. في الجماعة قريت سنتين وتعجبت في الآخرين. أما تمساح بابا يسرح. أهل الكولون هم العفيون قاموا بحرب كل جنون وردوا الشعب مقرور. جيت رشيد باتشر خسرت سمي اللي فاتت. إكس جيت وخليت الحرب هو الورايا. اسمعني إكس صح. شف في الماء والناس في مراية. اه سليم واش بك تقفز وحدك؟ خلاتلي هذا تاع الخضر. اه واش راك دير في الحومه هذه؟ جيت نحط دوسي تاعي في كوميسيون دي بوز باش نروح نقرا في الخارج. المرا سيريو ها سي ديسيدي. شوف وغير الحق نبعث لك واحد لاكارت بوستال تاع نوتردام. اسمع انا راح نشوف سعيد. سعيد اللي يسكن في المبل نتاعنا لي ميغري ولي دخل تيجور. واش بك نسيتو؟ صي سعيد حقه واش راه؟ على حسابو تو فا بيان. على بالك جا باش يتزوج باش يفرح العجوز ومن بعد يسلها. اسمع واش معناتها هذه اللي بعت لك كارت بوستال من نوتردام؟
وعلاش نوتردام؟ ما دير والو في بالك يا سليم، شوف اروح ومن بعد نفهمك. هاي نجي معك، بصح نروح نجيبو صاحبي رشيد، راه يريبيتي في مركز البسالة. مازال ما البسالة تاعو يا اخي رشيد. زنزيني وانا مولاه، زنزيني وانا مولاه. سيبيني في جنبك، ما تحبيني شي شغلك او لا تندمي على رايك. من اليوم نولي لطبيعي، كي نحب نولي سهواني، بعد الخدمة والدار ما نصيب القهوة والبار. Pardon, hein?
انا هكذاك واش نشوف هاي دوفوني واش كنت نشوف هاي اذا عندكم ليماجيناسيون اذا عندكم لا جوجوت هاي قمر عذره بوبيه تضوي كشمه هكذاك خسرت فيها خسرت فيها عاود خسرت فيها ضحكت لي حكمه يمحينك نط ليها قبالة وعرضها قبلتي مشتي دوان سيد كير غرفة الصورة بريديك ثني راه تصارو لي سفرة ومن بعد واش صار؟ داك الشاي سي موا ابري كرات منها ولا رقيتها كارتو كاتر بيير بيان فريش الفايده في العقل حتى الزين كان بقيمته هيا اسكتوا عليا برك ما تصدعوا لي في راسي مساله سيرتها هذه وسط عائلتها كيفاش العقل والتقل والشطاره والظرافه والحياه والحشمه لو كان ربي عطاني ولد حتى واحد ما يسبقني يسعد اللي داها لدارو للزهور
شي. اسمع برك كاين متواصل حمولتي سمعتي سينا نحلف والله ما تزيدي تشوفي وجهي في الدار. يما برك انا متواصل ربي يعيشك هزت يدي عليا قالي امك جميله ما تنساش ديري لي كناري في الباركون ولا نخدم على روحي برك اتنوا القدام ارحم والديكم ما كاين بلاصه. مازال هاد الصمت هنايا دايما لاصق في جنبها يخي فيستا ياخي. مزوقه مزينه وقال لنا هذه المراه نتاعي جديده وخزر فيها قال لها هادو النساء تاعي الاولين ودرك نحب تتفاهموا بيناتكم وما تعملوليش مشاكل. هذا هو الحق يا سيدي الرايس كي كنا عايشين الاثنين كنا متفاهمين كي الخواتات مليح لما اصبح مع الثالثه حل عينيها بزاف حتى روحها المعلمه وحنا الخدمات تاعها علم لها تكيف وتشرب وكي يجيو صحابو يحشم بينا ويقدمها غير هي. قلنا الا ما عجبكمش الحال مرات راه قدامكم احنا قلنا له وين نروحوا هاد الدار دارنا احنا اللي بنيناها قبل ما تجي هي ودرك الا كان حبيت انت دير لها دار تفضل دير لها دار احنا ما عندناش وين نروحوا ودرك راك تشوف سيدي الرئيس درك راه حاب يطلقنا.
يا بنات، اليوم المكتوب بالحقنا، وانتي يا نجا يا بنتي كبرتي الله يبارك، لازم تديري الدار وتخمي على المستقبل متاعك. جاوني ناس كما نبغيو احنا، وعطيت كلمتي. هاي التصويره متاعو. ليش راسي انا بعتني لعجوز باش نقول لك هذا الكلام وهذا ما كان على حسب الشوفه الزواج تاعك يكون في الصيف ان شاء الله ومننا على شهر نديو تبقى زيد علي واش كاين شفت الصوره هذيك Amen.
دخلتوا لك الخيوط تركي ما بحالي ما دخلتش نسا. فيفي راكي هنا انتي توجور في دار البوست. فيفي حبيبتي اسمعي في الدار مانيش مليح اليوم. علاش راه ما هكذا معايا؟ راني حاس بلي ما نقدرش نرقد اليوم بصح ما نكونش وحدي حتى تترقدي محولة.
صباح الخير العجوز. صباح الخير. بارح تاني ما دخلتش بكري. بيت الضو شاعل ورقدت بحوايجك. ما عرفت كيفاش ندير معك يا وليدي، ما قدرتش. نتمنى برك مرتك تربيك وتبدل لك طبيعتك ان شاء الله. ما تنساش غدوه نديو الطبق. على بالي على بالي على بالي. الاسانسير مكسرة. واش من تبغى؟ السبع. لا لا انا ما نقدرش. ياك على بالك نسيت اللي عندي روماتيزم. اسمحي لي. طلعوا نتوما وانا نبقى هنا نستناكم. واش عليه؟ واش بك يا مرا بردي؟ واش يقولوا الجيران؟ ما صبروا صبروا، كل مشكل لها حل. بالك وتركوا زهر تصرفوا. أنا بنفسي في الدار عندكم ضيق بزاف، وفي هذا السبب سمحوا لي إذا تكلمت بصراحة، عندي شرط واحد نطلبه منكم.
بنتي تسكن وحدها. لازم الزوج والزوجة يسكنوا وحدهم. شرط مقبول. راكم متقابلين في شروط؟ متقابل. والشروط نتاع السكن مقبول؟ مقبول يا شيخ. من هذه الناحية ما كان حتى مشكل. تقدر تلفت الفاتحة؟ الفاتحة بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. الطفلة راهي بنتكم وحنا ما نطلبوا غير هنا. أنا لازم بنتي تسكن وحدها، هذا هو الشرط الوحيد اللي نطلبه منكم. لازم الزوج والزوجة يسكنوا وحدها. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. اسمح لي أخويا، جيت نحل دفتر التوفير. لمن؟ ليا. مالا هاك، عمل هاد الورق ومن بعد نشوف. اسمح لي كي نحل دفتر التوفير تعطوا لي السكنة. ما يخفلك شي أخي بلي راهم كاين شروط. أولا يلزمك تكون متزوج، وثانيين ما يكونوش عندك أملاك. شحال تربح شهر؟ ألف. استنى شي، هذا ما يهمش. قل لي شحال تقدر توفر في شهر؟ 200 دينار. 200 دينار كل شهر؟ كل شهر. صح. دوك نشوفو. 200 دينار. تستنى 4 سنين باش تقدر تعمل الطالب ديالك، ومن بعد رانا نسجلوك في القائمة. بعد الطالب والربع سنين شحال نزيد نستنى باش تعطوا لي السكن؟ استنى. أقول لك الحق يا أخي، تقدر تستنى 21 سنة على الأقل. ونزيد نقول لك باللي إحنا ستبقوا في المتزوجين قبل من العزاب. الزواج هذا الصيف إن شاء الله. هما لا كل شيء مبروك يا أخي. يا ربي كيفاش يديروا هذا الناس باش ياكلوا يشربوا ويسكنوا، وانا كيفاش صحلي في وسطهم؟ شرح الفرنسا هذا اللي حيرك. كان بزاف حوايج. تعرف يا سليم، قررت باش نكمل قرايتي هنايا لونيفرسيتي هنايا ولا في الخارج؟ كيف كيف ما كاش كما بلادك الخضر. صح يا بلادك. لازم نعرف بلادي بالمليح بدوني حق الخضر. ضربها لي تاع طردام. فهمتها مليح مليح. بس نقول لك كلمة عرورتي، راي باينة راك تشوف فيها. بس عرورتكم انتوما في دماغكم، وهذيك هي الوخطة. سمعت؟ بس ما عاديش. تصبح بخير. تفضلوا تفضلوا، مرحبا بكم. الدار راهي ليكم. نوريكم الدوش.
الزواق كاين الماء بارد الماء سخون كما راكم تشوفوا الحاجه راه كل حاجه راهي نظيفه هيا نوريكم الخيامه درك اتفضلوا اتفضلوا معايا اتفضلوا شوفوا الخيامه كبيره وحاجه ما الحاجه ما تخص فيها كاين كيما في الدوش الماء سخون والماء بارد شوفوا راه جديد غير ما بلاصيتو نجيو نوريكم بيت الرقاد هيا معايا تفضلوا شوفوا الحوا السمش نهار كامل كاين شوفوا شحال كبيره ونظيفه وكلش وعندكم الزهر زهر كبير لخاطر ما عندكمش دراري ايوا نوريكم بيت الاخرى تبعوني تفضلوا تفضلوا هذه هي البيت الثانيه مبروك عليكم الدار لكن قبل ما نعطي لكم المفتاح عندي شرط يلزمني نهضر لكم عليه هذا المسمار ما يلزم حتى واحد فيكم يمسه ها كن هني اعطيتك كلمتي شوفني نزيد نعاود ناكد بالكش واحد فيكم يمس هذا المسمار قلت لك كن هني صح ملاها ونفتح وكل شيء مبروك وبقوا على خير في الأمان أنا مانيش موافقة على هذا الشرط نتاع المسمار وين حبيتني نعمل خزانتي ناجية عطيت له كلمتي بصح أنا لا سليم نجيب لك اسماء ها لاباس يا اخي سليم ها تنجم ترقد مليح يا اخي تصبح على خير سليم لو كان طبر غير بيتو كوزينة ندير وعده ونعرض حبابي ونزيد حتى العديان
راهم جاوني ناس قبلك على هذه المساله وما ديما رانينا حي حتى واحد ما يدخل رجله دخلة. مفهوم؟ افهمني لحديت خلاص حتى واحد حتى واحد حتى واحد حتى واحد حتى واحد قم ايها المتهم الموت سيدي الرئيس الموت سكنان ولا ما تعطينيش اخي راني قلت لك ما ديما نراني حي حتى واحد ما يسكنها حتى واحد حتى واحد حتى واحد حتى واحد حتى واحد سوسيتي انترناسيونال cherche appartement, villa, studio de 2 à 20 pièces. Kifesh, kifesh 5000 dinars par mois. Oublie reçu de loyer. Appartement dans villa, standing de 5 pièces, cuisine, salle de bain, tout confort, garage est bien situé. Aïntaya loue appartement. De deux pièces, cuisine, salle de bain. Garage, jardin est bien situé. بالبركة الشهر الجاي ان شاء الله اذا حب ربي ترجمتك على اخوك نجي ونجيب لك الروسه بصح اليوم سالي خويا ما نجمش ندخلك فهمتني شوف عمار في الحق جيت نشوفك باش كش ما تبر لي سكنه على بالي عندك زوج بارتمات شوف دي بانيني شهرين ولا ثلاثه بيد ما ريبوندي لي من لاكنا بعد ما كان الله يرحم الشيخ راني لهنا
الديباني ليا عمر خويا. انا فهمتك خويا سليم، لو كان في مجهودي بلا مزيه، لو كان حاجه اخرى بالك، بصح هادي الله غالب. ما تحيرش، تزوج وربينو بالسكنه. اسمع سليم، كي تدخل الدار نحي هاد اللحيه. اسمع يا عمار، الله يسهل. في الامان. البريد والمصلات، هذا الباطيمه رانا كملناها، هذه جا مسكنوا فيها، وهذو راهم قريب على شي نهارات ان شاء الله انا ندمهم ونعطيك شنطي واحد اخر. راك سكنان هذاك سي محمد نتاع صحاب السينما، فهمت، باني لهم اسيدي ليكول، فهمتني، فهمت الجنان، فهمت، ونلعبوا الاولاد مزحم، وك الجهه هذيك راك تشوف فيها ليه، فهمت، راح يبنيو لهم المخبر مزحم، وين يخدموا ثاني الافلام مزحم، والله الا عندهم مزار سينما. باش كاع واش راه صاير بيا، عندك الحق، ما تسحقي بيستو، ما تحلي بواء، ما تكتبي لي دوموند، يحبك ربي، خلقك بدارك، عطاك السكنة. صحة رشيد، واش راك؟ لاباس، صافا؟ منيح، صافا شوية. دي فاكونس؟ راهم يجوزو. اش بيك باللحية هاذي؟ ما عنديش الوقت نحففها، رانا نوجدو في العرس. العرس ولا مشاكل؟ والله هو. شوف سليم، خوك كاش مشكل قول لي. على بالي يا رشيد خويا، ما عنديش مشكل. أنا راح نشيخ رابح. على بالك؟ واش بيه دلارة ترات؟ مات لاح. سير رابح. راجل مليح، كان رجل طيب وامره ولا ادى حد، صح دائما كان انسان نزيه ومخلص في اعماله، مسكين، الله يرزقهم الصبر ويعظم لهم الاجر. امي سليمان، على قداش الجنازه؟ 12 ونص. صح، اما الاحنا نحطوا السنه لتحت. صح سليم، اي تفضل.
دخلوا. هيا دخلوا ضربك. يستناو يسيبوا ناس اخرين ساكنين في مضربهم، على بالك باللي كثير من الناس الكبار هذول اللي هم ساكنين وحدهم يستناو فيهم الموجه ديهم باش ياخذوا مضربهم، فهمت؟ واش بيك هذول الايام سليم؟ تظهر لي مقلق محير، ما راكش مليح، واش بيك؟ واش بيا؟ وتزيد تقول لي واش بيا يا رشيد؟ زوج بيوت وكوزينه ومنا على سمانه نديروا العرس، طلعت احبط جنحت وكلت طعمت كل هادشي بلا فايدة يا رشيد، كيفاش ندير؟ عاوني عاوني الله يرحم الشيخ. على بالي بلي راك عايش في الضيق، بصح عمرك ولا تكلمت لي على هذا المشكل، نقدر نعاونك. اها ماكش تمسخر بيا؟ مانيش نتمسخر، نقدر نعاونك بصح بشرط ما تشرطش. راني قابل نسكن حتى في كاف. كاين شرط واحد اخر، بوبيان تاع البيش لدريسة الطفلة هذيك تزوجت مع مولا فيستا كارو. هذه الدنيا ماذا بيك تنحي اللحية هذه؟ رايحش تقابل المرأة تاعك هكذا؟ نحي هذه اللحية نهار تشوف السكنة نتاعك. كما كنت نقول لك يا سي سليم، كانت امبوسكات وحنا ما كناش قويين، وغير قول لي مقابلنا لارمي فرنسيز كلها وحنا داخل صنع الرصاص، لكن ما تاعنا كان قوي، قلنا نموتوا كامل حتى الرصاصة الاخرانيه، والعديان داروا قوتهم كلها، لي ميترايز لي شار لي غرناد الدوسيس لا ترونت، حصلوا واش نقول لك بهذا الشيء كامل ما قدرولناش. من بعد بحث الرياسي وتشوف دوك لي ديسيس كاش دخلوا علينا. على كل حال ربي كان معايا سلكت، لكن صاحبي ما كانش عنده صعب طح في يد الحركة، عدبوه طرتي روح داروا فيه باطل كبير. سليم سخانة اليوم؟ هذا سليم كما قلت لك قبيل ما تزبطوش بزاف، ما تزبطوش بزاف، مصباح وانا نسقي الحرق تاعي قريب خريت. هكا اخويا سليم انا ما نسمعش ونقرا غير في الشوارب. عندك واجب في التليفون؟ الو انا ما تقرايش المرأة تاعك واش حبت؟ مالو؟ قال لك واش حبيتي؟ اه صح، ما تنساش تجيب البطاطا. جابوا في سوق الفلاح البطاطا الفرماج البيض كلها صحة. قال لك ما ننساش راني نجيب. انا لا لا ما
علاش داري بري في لمن وين تسكن علاه باش نتايا كي تدخل في الليل للدار وترقد نجي ليك وما تسمعنيش جاب لك ربي انا ما نسمعش بالساعه عندي زوج كلاب بلجي المون يسمعوا مليح واعرين ويعضوا الحصون سيمي شوفين راهي امانه في يدكم تهلاو فيها كل مهني هيك بنتي الله يسلمك مبروك عليك بارك فيك معي غير حاجة خفيفة يرحم والديك أخويا رشيد والله ما ننسى خير يعطيك الصحة خوك يا رشيد هاني فاهم تعاون الله لا نقعد مع صغار نعاونهم يا بلا تحلى خاطيك سليم روح مهني صحة بقاو على خير بسلامة يا رحمة وصل الشيخ صحة هاي بطلع خير صحة عليكم صحة عليكم صحة عليكم صحة
you